الخبر ما يخرجش هذا الخبر جانا معلش فاضي لهذا المهر هذا مكنوني قصايد طول اليوم اسمع يا ولدي مو مدخل انت يلا ادخل عند امك يا ابا انت وعدتنا ان انت تدرسنا ايوه وعدتنا انك تدرسنا انا بين اقول لك ادخل عند امك ما فيش داعي لهذا الهدر كله الناس عايشه وداحي الله عندي انت ان هذا بيت الشيخ وما يش يفضى يلا امرك الى الله امرك الى الله اي علمني جي يا ولدي الله يحفظك ابا انت وعدتنا ان انت تدرسني ها انت وعدتنا ان انت تدرسني وين المدرسه يا ولدي وانتهينا القريه حقنا ما فيش فيها مدرسه ما فيها كراسي بدي اشوف القاع قال ايش يدرسوا بعدها عادك صغير على هذا الحاجه ما قدرت حق قرايه اولا بعدك اشتريت لك طياره هذيك داخل لعبه من هنا اشتياش ها اشتياش ما تشتياش ليش اشتي صدقيه شي طائره حقيقيه ايوه وما وصلنا يا ولدي لعند الطائره الحقيقيه العلم اللي بتحرمنا منه يا ابا دائما هكذا فيلسوف ساعه امك طيب يلا ما عيب عليك العلم ايش تقول لي بالعلم نتحدى المصاعب والصعاب والله اعطانا العزيمه يا شباب لا الكسل مثل الدواب نقرا كتاب الله واغلى كتاب ما شاء الله قلت لك فيلسوف يلا ادخل انا مش فاضي لك انت واخوك زي صغيري باقي الثاني ادخل يلا باقي معي واحد امرئ الى الله يوم القاه متعنقل في كنبه ويوم القاه حانب في سلك ويوم فوق صومعة الجامع يا جماعة الخير لكن مشوا عمله وعملي لا حزر تسميه طرزة يا طرزة هيا جي لهنا يا ولدي الله يحفظك هيا نجي انا في المطار يعني في المطار هيا جاري طيرة يلا طرزة هيا بنقدا بالجلاع الجلاع مسرعة يكتب قطب ايوه فين قاعد انت بالحصبة ما شاء الله يا قرب اسرع ما هذا صدمت عرض اليمنية انت بتستطيع وماشي ايوه يلا يا بقى ذا لو عندك يلا ادخل ما عاد ادخل شال اب يجي له عند ابنه قد الدنيا معكوسة ايوه يا بقى ذا الدنيا معكوسة اغرس بطاط تطلع كوسة يا ولدي حرم عليك لا تطفحنيش انا بين اقول لك ادخل ما عنا ندخل شي يا ابا انت بتراخض من قد ركضت يا ولدي من ركضت البقرة حقنا وهي حبلة ما عرمك من البقرة يا ولدي غلطك الله يا ابا لو حد يركضك وانت حبلة قسما بالله يا ولدي لو ما تدخل لا اجي لك انا يلا اذا انا عاد اجي يلا ادخل فرح لا سلا في دابور الرع ما شاء الله لا قوة الا بالله ما هذا البهدلة وانت انك ابن الشيخ نحن لا نؤمن بالمظاهر الخذابة إرى نعم أنتم المظاهر هذه معنا خزن مفطور جي لحمه ولدي عب عليك احنا قبل الناس عايب هذا البهدلة اقضب ايش تشتينا نستعجل يا بين اقول لك عايجوا الناس عندنا الآن الضيوف وانت انك ابن الشيخ وبعد اليوم انا ميت وقدوة حي تقول عند الشيخ يعني عيجوا الناس وانا عاد ادخل بينكم واجيب وعلى الشيخ ايوه بس وبه تلغفج بكلام من هذا ولا هذا انا كان داري باك لا قد انت بدات تلغفج ولا تدي كلام مخبل قد انا اشدي لك كلمه سر اقول لك مثلا اقول لك سيريس جيتو اذا قلت لك سيريس جيتو تسكت قبينا لغفج لا قلت لي سيريس جيتو اخرج ذكي تعجبني انك خلاص قد عاد اخونا يجلس عند فهم ايوه بس وبه يا من عال الناس عيجوا الان معنا موضوع مهم لا قدك القرية حقنا ما مش فيها مشاريع ولا فيها حاجة انت داري يا ولدي انه القرية اللي جنبنا معهم الزفلت وصلوهم الكهرباء على كل شارع واحنا ولا معنا حاجة وصلوهم التليفون يلا افتح يا بلبل افتح قد انا الشيخ انت ولد انا عاد اكسر هذا الصميل في لازم سلت على الباب ايش كان جرب افتح ايه الناس بيتكتبوا من ايه افتح قال افتح ايوه صح لقد رمحت 10,000 مقدمه من شركه فلاح افتح لك قال ابي افتح فتحوا بطنك قال فتحوا بطني ما شلب انا اقول لك افتح انا عادك سر راسك يلا زيب افتحوا يا جماعه الخير السلام عليكم
سهلا ومرحبا. بالحج احمد اهلا وسهلا ومرحبا. حياك كذا جلست معك انا. اهلا وسهلا ومرحبا خالي با في البيت الاهله. هلا بالاستاذ جبر. اهلا ومرحبا حياك الله وبك يا شيخ. اهلا وسهلا كيف حالك؟ اسمعوا يا جماعه الخير ابي قال قد عيموت وانا قد عاد اقوى على الشيخ. ما شاء الله سيدي سكرتو يلا قبينا لقفي. قبينا لقفي يلا قبينا لقفي. يا جماعه الخير انتوا داري خير ان شاء الله. احنا جمعناكم في موضوع مهم جدا. الموضوع هذا القريه حقنا بغير مشاريع. القريه حقنا ما حد داري ويني ليش يبسروا دولتنا ويدوا اين القريه حقنا وفيها ناس اوادم ماش معهم مشاريع. ايوه اي والقايم عزيز يا سعد احنا من خرامه. ايوه احنا يعني ما ضروري بس يا لا انا معي طريقه. تشتي تهتم بين الدولة يا الله خارجنا ما قد معك. نبز القلب حق عمي محمد. القلب حق عمي محمد نسير لباب اليمن. أيوة ونحمل باب اليمن فوق القلب ونديه للقرية ويكون يدخل اليمن من عندنا. هيا سيرس قثو سيرس قثو سيرس قثو قبينا لقفيت. قبينا لقفيت يا شيخ يا شيخ قبينا لقفيت. الطريقة الحضرية. أيوة دينا طريق السواء. صل على النبي اللهم صل وسلم. نشيل القلب حق عمي محمد. القلب حق عمي محمد. ها لحظة ونسير للقرية ثانية. أيوة العشي نعطف الزفلت ونبزه ونفرش عندنا ولا من شاف ولا من دري. هيا سيرس قثو سيرس قثو سيرس قثو. قال لك نعطف الزفلت. لا 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 يا أخي انتبه الحاج أحمد حي خلاص أحسن يا نثور يا نثور. قال لك نعطف الزفلت. حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا الحين أنا بنجربكم بس. الطريقة عندي أنا سلام. نبز القلب حتى عمي محمد. أيوة أيوة ونزل لقرية القابل. اسمعوا وركزوا معي. لقرية القابل نبنشره اصبر. نختطف من هناك سايح أبيض واحد فيهم دسم أتحلق الدنيا وتصرف كلها ويجوا للقرية حقنا ويفعلوا مشاريع غصبا عن أبتهم. قبض لقفي سيرس قثو. قلتك الله يا شيخ ما جنوني. أنا من أول جهاز أسمعكم بين نفسي وين عقولكم. ما أستجب يا أخي. هذه الأيام معكم أعضاء مجلس محلي معنا أعضاء مجلس نواب نقدر نتجمع كلنا نسيلة عندهم نقول لهم يقدموا ورق وهذا بطرق يعني معروفة وطرق حضرية. إيش هذا السواع وخط السواع تضروا باليمن تضروا بالسياحات تضروا بالاقتصاد. بدا الثور عاطش سيرس قثو. لا 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 يا شيخ اسمع كلامي. انا داري مش انت راز بالخبر هذا. شوف قسما عظما لو يخرج خبر ما غريم الا السجب. انت خبر يا شيخ. يلا انا قد ذاك رحلات لابسل لك صوره رسميه. يلا بزوا قلب حق عمي محمد وبزوا معاكم الحج حسين ويحيى. المهم وبزوا الاسلحه سيارات واربعه قنابل واواني وقبه ومبزت خان واحد الابيض. ايوه اشتي سايح يتحلق الدنيا. والله لا نخليهم يفعلون 10 مدارس. يلا دف يا القلب حق عمي. يلا والله لو ترجعوا والله لو ترجعوا توشي يا سهل الحرب. يا الله في حاجه فيها. يو يا ربي محلا قريه القابل. يو يو كم يا سواع ما هو وضحك الدسم حرام نوضح لابس فوق راسه توره ابوك وياه. يا عزيز يا خواجه يا هلو ذيس از ماي عرضه. هلو كيف حالك؟ الله يهيئك والقايم عزيز. فين دار الحجر؟ حجر والله لك فابوه جيجي. يو يا ربي هذا حرام لا تحلق الدوله ويجوا لا عندنا ويفعلوا لنا مشاريع عصب. انا حافظ العنقليزي غيب ولا حد يتكلم. انا عاد اترجم. لا 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 ده فين ده الهجر مع الامه يا عون يا با ابي يقول لك في عندنا دار هجر جي. ده الهم موجود عندك انت. ايوه عند من او بجت امي فوق القلب حق عمي محمد. في هكذا انتو كرشاده تقول لا قلب غاز مدري ما يعني. يو حرام. السلام عليكم كيف حالكم كلكم؟ أخو يا ربي يوم هل يوم بزلط ومرافق بعده ومرافق بعده رع رع والمرافق عم علي خلاص قدوا عندنا. هلو فيني وادة ايش وادي ظهر. ما انا وادي بطن للحين وادي بطن ارضة. This is my ارضة تتغدى وتفتهن وايه لها الف هلال. This is الف هلال. انا معزوم عندك انت. مني انت شي معش خبال
خلف معزوم عندك انت ذا الحين. فين وادي الظهر؟ وادي الظهر عندنا في البلاد. قد حملنا فوق القلب حق عمي بعضه. قدوا عندنا في القرية انت معزوم. This is أرضه. اوه تمام عندك انت؟ ايوه. يلا لحظة اشي اتعرف عليك. انت ايش اسمك؟ مني؟ انت؟ ايش اسمك؟ انت الله يقلعك. طرزان. انت الله يقلعك. تمام. وانت ايش اسمك؟ What's your name? This is what's your name? ايه what? انا اسمي مستر بن. ايوه مستر. ها ما يقرب لك احمد شاي. مستر بن عاد معانا شيخ ثلاجة مريح لك في البلاع. واخوتي صيامي. والله ده الحين انت معزم عرضة غدا. غدا عندك انت؟ اوه. تمام في سلطة؟ جيب. وضع حافظ غيب في سلطة. في بنت سعن. وام الصعر كلهن موجودة. وشافوتة؟ الا يا بيلا ايوه كل حاجه موجود. انه سايح ولا احنا غار؟ انت اخبر والله ما الكرش اني شكل قصاير. لا لا مو سايح خير مني. كل شيء موجود. انت لا جيلا عندنا وعرف امور. يلا يوم اشهد في القلب. في القلب حق عمي محمد. يو يا ربي. وبعد مرور اسبوع من اختطاف كانت هذه هي النتيجه. يا الله دحنا المصايب. سبع ايام لليوم. قد احنا في سبعة ضلاء وسبعة كياس السمن وسبعة قصاع بر. يا با حرم ما حد داري من الله طارح له. ما هذا الهدى؟ أن داري قد أمي ما عبت تتلثى مش حاي. قد تعتبر من أهل البيت. يا فرزن عق عليك كيف نفعل ذا الحين كيف نسوي بالمدبلة الحين أنت لي دبستنا. أعوذ بالله. يا شيخ ما هو أنجي ما هو ما به. مبروك ما به. وأنا بين اسم العباعة قالوا اختطف الحمد لله. اختطفوا سايح. أينه؟ في العراق. في العراق؟ هيا سير اسكيسو. سواه. يسو. لا تقول ناجي. في العراق. والله قد فرحني اقسم بالله. الحين ما نفهم. نفعل يا ولدي انا قد انا ضابح من هذا الخبر. اكل شرب وبس. معي طريقة. هيا معي الطريقة ما هو. نقول للسايح هنفعل لك دورة لا باب اليمن وندفي القلب حق عمي محمد ونسوبه لا باب اليمن ونرجمه ونرجع ونخرج مع اقل الخسائر. والله اني فكري يا كيف انا ما قد عاد اسكن شذا ما عاد عنشتيش مشارع كبيب غد ولا عنشتي مشارع الله هيا البيت وعلو هيا من دخلو اهلا يا سيخ سيخ شبا ذس السيخ احمد خلطة لحظة شوية شمك صنع الراع صنع والله تبني سوي به اصاعد ضمك بتفعل العصي في الضغطة لا امس ما مش عندهم عصي أنا داري من مسيارتك لهذا السائح هذا قد علي مشاكل. يا با حفظني زوامل من حقهم من حق أوروبا. زوامل؟ أسمعك حق الزوامل. أيوة. لا بعشي أتغدى أنا جاوة بسرعة. تفضل الغدا. اليوم الغدا في باب اليمن. غدا سفري. أيوة أشتي اللحم غنم. سمع حبي الله يرحم والديك الزامل حقكم. يلا. حق إيش؟ تمام أي ولا. أي ولا. أيوة. أي ولا ولا ولا. كيف شد الرئيس كيف صدامك وارع ايوه يا سلام ايوه ما شاء الله لك زامل هذا زامل وانا حفظته زامل من حقنا ان هذا زامل عربي ايوه اسكت كلمات الزامل اي ولا 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 والقايم عزيز تمام يلا انتي حفظته حقنا ها بيتها باوش معمر بيا جاري بيتها باوش وانتي نباتها خال عيب ما درنا بتقية ونباتها لا الغلط عيب يا ولدي حرام ما هو سعيد لحد السك والله اني قد نضاق يا ولدي فالهن اكتبوا بسرعة اشتي اسرع خزر ليع ايوة اشتي كات يا ولدي كات ما اشتي كات كتل ما اشتي كات عوارض ما اشتي اجهر اشتي روس ارع روس كلا نشتي لزن بحشة مالك انتو حرام ما هو سعيد ناس مكردين يا ولدي بدي اقول لك بسرعه ادفي القلب يلا ذيس از ماي دوره تشوف هوا تنفخ والله ترى زن ما فيني طافه فيني طافه اسمع على سيب ترجع تطعم الغداء بسرعه يلا اطراسي هكه نسيكه اعرف امور نفعل لفه ونرجع نتغدى يلا والله يلا مع السلامه يا سيخ سيخ انت يلا سيخ حرام يا طرزان لو ترجع به تمام بعفن ولا سيبستين طا طلعوا عينك يعلم الله كيف فعل هذا الولد هذا الحمد لله
خرجنا عمو زفرتو طرحنا وسط باب اليمن. لك الحمد يا الله ولك الحمد لله يا اخي. نبسلنا طريقه ثانيه جبل نزحف فوق راسي والله العظيم نبسلنا يعني بطريقه ثانيه. لا نحن ابسل الباب ابسل الباب حقا. والله ني صورة ناجي عبدو علي قاسم ربي رزقه بنا ناجي ناجي فحل علينا يا درزان. اصبر والله ما راحت والله ما راحت. ايوه منين انت يا مستربل؟ انا من بركي منافاسو من بركي نافاسو يا ناجي. ما يا هذا بركي نافاسو هذا مطرف اليابان بركي نافاسو ما يا هذا لحظة يا شيخ أشي أنا شوف قررت قرار. أيوه حظا فيها قرار. اصبر والله ما راحت. ما فعلت ما فعلت قررت قرار. سلوا على رسول الله الله سلم عليه. أنا قررت بما أنكم تحبوني وأنا أحبكم سلام أطلب القرب منكم. إلا أنا أشي أتزوج خلاص وإحنا لكن المهم ما تشبه هذا الضفدع كامل. هيا اصبر واحنا قد قررنا قرار تفضل. قررنا لبس الرقبة حق من؟ حق الطلي حق لي كل زمان يا طلي. ايوه يا ناجي اشتي تاشي يا ناجي. انا افدي رقبك يا شيخ ناجي كشكي على عيالي. ما هو ناجي تبعال انا افدي امك. ايوه ايوه وتقول لي من فلوس بساكو يا ناجي. ها والله اضحك عليكم هذا